إذا رضعت من امرأة هل جميع زوجاتي صاحب اللبن يحرمن علي؟ بلا شك يحرمن عليك، لأنهن زوجات أبيك من الرضاعة، زوجات أبيك من الرضاعة، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فكما تحرم زوجات أبيك من النسب كذلك زوجاته من الرضاعة. نعم. وكذلك إخوته أولادهن، يكون أولادهن إخوة لك من الرضاعة، ولو أن الذي أرضعتك واحدة من النساء، فأولاد بقية النساء إخوة لك من قبل الأب. نعم.